حتى يطحن فيصير غبارا لا يؤكل ولا يأكل. إذا في الحقيقة لا تقول من يطعمنا أو من يكسونا أو من يدبر أحوال أمور حياتنا، فإن الأمر لله جميعا، والأمر لله هو غالب عليه لا مغلوب عليه. إذن يا أخي أيتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلون، كما قيل في هذا الباب. والله لو علم الناس ما معنى التوكل لعاشت حياة الطيور، تخرج فارغة الحناصر، تدخل مليئة، تعود بطانة، بطانة تخرج خماصا، خماصا تروح بطانة. إذن ولو علم الناس حق الإيمان بالله كذلك لقدروا الله حق قدره، ولو علموا الناس ما قدر الإيمان بالله لحياة حياة ماذا أقول، والله تأكل من فوق رأسها ومن تحت أقدامها، ولا أسقيناهم ماء غدقا حتى جدار ديارهم لسالت مياها، ولا أمر الله الملائكة تتلقاهم في الطرقات وتبشرهم بالجنة. إذن هذا كله بتقرب من الله وبثقة فيه وبثقة عظمة قدرته ومقدرته. إذن والله لصار الإنسان على هذا الباب، هذا هو سر سعادة الناس، وهذا هو ما كانوا به الأنبياء والمرسلين سعداء، هذا ما أتوا به إلى العالم، ولذا كانوا هم سعداء بغير أي كثرة وبغير الحمل الكثير، كما كان قال عيسى عليه السلام الذي قال سيأتي رسول من بعدي اسمه أحمد، كان يقول تزودوا بخير زاد والبسوا خير لباس، لباس لا يتمزق ولا يتسخ، وزاد من أكل وشرب منه لن يعطش ولن يجوع بعد، ألا وهو تقوى الله والثقة فيه. وحينما تكون سائرون، وكلنا سائرون ولهذا العالم مغادرون، وما أتينا إليه إلا سائحون ونحن راحلون، وهل هناك زاد غير زاد التقوى؟ لا إله إلا الله، وهو خير الزاد واللباس التقوى. وكلنا كما قال راحلون، لا تحملوا الثقل والأحمال، خذوا في طريقكم ما كان خفيفا ونافعا خيرا مما كان ثقيلا ولا نفعا فيه، وتزودوا وخير الزاد واللباس التقوى. إذا أخي العزيز، في الحقيقة على الإنسان أن يصير على هذه الأرض خفيفا كالريشة. في الحقيقة الريشة في الريح تهب وتسبح في الريح حيثما شاءت الريح، وتهب الرياح بما لا تشتهي السفن كما قيل، فسر أنت ليس كالسفينة في البحر، إنما كالريشة في فضاء. واعلم أن هذا الريح سيهب بك ناحية يمينا وشمالا وفوقا ورأسا، وسيسر بك أماما ثم يعود بك وراء، ثم يحوم بك في الوسط، وخير الأمور أبسطها، ثم في آخر المطاف سينزلك في شاطئ الأمان وأنت مطمئن بهذه الريح، لأنها روح من روح الله ومطمئن برحمة الله. أما إذا أتقلت نفسك في الحقيقة كما قيل في هذا الباب، كم من نعمة أنعم الله بها على عباده فقلبوها على رؤوسهم نقمة. إياك والنقمة أخي العزيز. قلت كل واحد عنده قدر من الإيمان. نعم يا أخي. كم هو قدر الإيمان على الدين؟ أنا لا أقدر على أن أزن قدر إيماني، لأن الإيمان في الإنسان في حقيقة الأمر كميزان الحرارة، يزداد وينقص. نعم. يزداد وينقص، إلا أنني قد أدركت أمرا أو قد كشف عليه بمحبة الله عز وجل، أن إيماني في الحقيقة يزداد على قدر ماذا أقول، على قدر إيماني بالله، لأننا كلنا على هذه الأرض أرض خطيئة، كلنا خاطئون، كلنا نزل، كلنا ننسى، قد حمل الله ورفع عنا الخطأ والنسيان، محبته فينا ورحمة بنا وفضلا وتفضلا علينا. أجد نفسي في الحقيقة رغم ما أقول، رغم هذا العالم الذي هو في الحقيقة أدنى نقطة في الكون كما أقول وكما هو يقول الحق في هذا الباب وحقيقة مطلقة، رغم الخطيئة ورغم الزلل ورغم الإكراهات ورغم شر المقادير ورغم ماذا أقول شر الأحوال ورغم الخضم ورغم ما هناك من أحوال ماذا أقول ضامت كثيرا بضامة على ضامة حتى صارت متراكمة أكثر من تراكم رمال الجبال في الحقيقة، إلا أنني أجد نفسي في الحقيقة متقوم بإيمان بالله، أطمئن له طمأنينة كاملة، أن رغم الدنب ورغم التصور أنت ربنا العظيم تحمينا من أعدائنا وتنصرنا عمن ظلمنا
وتبدل سيئاتنا حسنات، وتكفر عن ذنوبنا وآثامنا، وتفتح أبواب رحمتك وفضلك في وجهنا لباب طاعتك، وتدلنا عليها بدليلك، لأنك تريد بنا يسرا ولا تريد بنا عسرا، وتريد بنا فرجا ولا تريد بنا حرجا. والله أجد إيماني يزداد رغم كل الأحوال، رغم كل أحوال الدنيا والدين وما فيهما وما دونهما.